يحب فعل الخير ويحب الذكر والاستغفار ويحب الصدق، ويتألم إذا فاته الخير أكثر مما يتألم العصاة على فوات الليالي الملاح والمواعيد الماجنة. العصاة يتألمون إذا خالفوا موعدا من مواعيد المعصية، ويتحسرون أهل الدين أكثر والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله. وليس غريبا أن تحب أنت الله، أنت مطالب بحبه لأنك فقير إليه، والإنسان جبل على محبة من يعطيه. الإنسان بفطرته يحب من يحسن إليه، ولا أحد يستطيع أن يحسن إليك إلا بإذن الله. وما بكم من نعمة فمن الله، فكيف لا نحب الله وهو الذي أوجدنا من العدم؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ أين عقلك حتى تورطت في الزنا؟ أين غاب عقلك حتى شربت الخمر وضيعت شبابك؟ أين عقلك وقد بلغت الستين وما تحسن الوضوء؟ أين عقلك وأنت تأكل أموال الناس، تأكل أموال إخوانك؟ أين غاب هذا العقل الذي أعطاه الله لك لتميز به بين الخير والشر؟ أين غاب عقلك وقد جهلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك، خلقك فسواك. انظروا إلى هذه الخلقة التي خلقها الله، انظروا إلى العينين وإلى موضعهما، انظروا إلى الأذنين وإلى شكلهما، انظروا إلى اللسان وإلى الشفتين، انظروا إلى هذا المصنع، إلى هذا الكبد الذي ينتج الدم، إلى هذا القلب الذي لا يتوقف عن النبض، انظروا إلى هذه الشرايين، إلى هذه الأمعاء، إلى هذا الطحال، إلى الكليتين، إلى القدمين. سبحان الله، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، خلق ما بعده خلق في الإتقان والإحسان جل في علاه. ما غرك بربك الذي خلقك فسواك، لم يخلقك قردا ولا حيوانا، ولا كرمك الله، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فضلك الله بالعقل وغيرك مجنون، فضلك الله بالمال وغيرك فقير لا يجد ما يشتري به دواء لابنائه، فضلك الله بالصحة وغيرك مريض، فضلك الله بالابناء وغيرك عقيم، فضلك الله بالامن وغيرك يقصف ليل نهار. الابرياء يقتلون ويذبحون في العالم كله وانت في امن وامان. نعمة يا لا ينبغي أن يفرط فيها من كان له عقل، لأن هذه الدنيا دول، يوم لك ويوم عليك. فضلك الله بنعم كثيرة، ذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. نعمة الإيجاد من العدم. والله تبارك وتعالى تحدى الناس، يا أيها الناس إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله من الأوتان والأندال والقبور والأسياد والصالحين الذين خالفتم شرع الله واتخذتموهم أربابا من دون الله، هؤلاء لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا. لو اجتمعت مختبرات العالم واجتمع أطباء الدنيا على أن يخلقوا بعوضة لن يستطيعوا. يمكن أن يصنعوا جهاز، أن يصنعوا آلة، أن يخترعوا، لكن أن يخلقوا يستحيل. يحاولون استنساخ البشر منذ التسعينات ولم يصلوا إلى شيء. القارة العجوز عندها مشكلة في الخصوبة فيريدون أن يستنسخوا الناس، يعني أن ينتجوا البشر لكي يعني يكون عندهم توازن في المجتمعات، لا يستطيعون ولن يستطيعوا. هذا ضرب من العبث، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يعني بالله عليك تجد مسلم عاقل دكتور أو أستاذ أو مهندس أو تاجر أو كذا يذهب إلى قبر لا يسمع ولا يتكلم ولا يضر ولا ينفع، ويطلب منه الرزق ويطلب منه البركة
ويطلب منه الأولاد، ويطلب منه الشفاء، ويطلب منه تفريج الكروبات، ويطلب منه قضاء الحاجات، ماذا تركتم لله؟ إذا كان هذا الميت يستطيع أن يعطي الأولاد والرزق وتفريج الكروبات وقضاء الحاجات، فهذه كلها من خصائص الله. هذه أمور خاصة بالله من الألوهية، هذه أمور لا تطلب من المخلوق. لا يوجد أحد على وجه الأرض، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب يستطيع أن يرزقك شيء إلا بإذن الله. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ هذا جواب ديال المشركين. قل الله، اعترفوا أن الله هو الرازق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهذا الميت يريد منك أمرين، هذا الصالح وهذا الولي يريد منك أن تدعو له بعد موته، لأنك تعرف أنه صالح، تدعو الله له أن يرفع درجته في الجنة، ويريد منك أن تكون مثله، أن تكون صالحا حتى تكون معه في جوار الله وفي جوار رسول الله. أما أن تطلب الأموات، واش الأموات يسمعوا؟ واش الميت يسمع بعد 100 عام 150 عام؟ راه كلاب دود إلا حفظت القبر ما تلقى طلع عظام. واش كاين شي ميت؟ ها اللي ناعس ما كيسمع، أنا غير ناعس ماشي ميت. عاد واحد ميت وشاد مطلقة راه غادي مع 6 الصباح وفروج حل ودجاجة بيضاء وجوج بيضات وربعة الزلافات، سيدي فلان يهنسك الرجاء. هذاك الرجاء ديالو لله. فمن كان يرجو لقاء ربه زيد فليدعو وليا، فليعبد خبرا، فليعمل عملا صالحا. القبر كتاخذ فيه العبرة، تدعي مع الأموات، اللي صالح الله يجمعنا معاه، اللي ما صالح الله يغفر ليه، رحمة الله واسعة. لكن باش تمشي انت تدعي واحد يعطيك، هذا من الحق ومن المخالفة ديال الفطرة. إن الذين تدعون لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له.